بالنسبة للإجراءات السابقة مروة، لم يتم استشارة الأردن صاحب الوصاية على المسجد الأقصى المبارك، وفيما يتعلق في الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوزاري المصغر بعد أقل من ساعة من الآن، فمن المقرر أن يتم التباحث فيه في كل الانعكاسات التي حصلت منذ أن تم نصب البوابات الكاشفة للمعادن. ولكن كما شاهدنا اليوم في الجولة التي قمنا بها في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، فكانت هنالك حركة ضئيلة جدا للمصلين، بالإضافة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تواجد مكثف لأفراد الشرطة الإسرائيلية في أحد البوابات. تم هناك نصب كاميرات، هذه الكاميرات هي كاميرات ذكية يمكن من خلالها الكشف عن المعادن، وربما قد يكون هذا المخرج للحكومة الإسرائيلية من القرار الذي اتخذته، حيث إنه إذا أثبتت هذه الكاميرات نجاعتها فمن غير المستبعد أن تزيل الشرطة البوابات الكاشفة للمعادن التي نصبت على أبواب المسجد الأقصى. بشكل عام هنالك هدوء مشوب بالحذر في القدس وفي الضفة الغربية، وقعت في بعض الأماكن مصادمات، أحد هذه المصادمات كانت على حاجز الحمراء بين جنين ونابلس في شمال، إصابة فلسطيني، وهذا الأمر كان قد تحدث عنه اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال جادي أيزنكوت، والذي قال إن التصعيد الحالي لا يشابه التصعيد الذي كان انطلق قبل سنتين في عام 2015 وسمي آنذاك بانتفاضة السكاكين، وإنما هو تصعيد من نوع آخر كون أن هنالك عامل ديني في هذا التصعيد، وهذا الأمر ما حذر منه الكثير من المقدسيين وأيضا مفتي القدس، مفتي القدس وباقي الجهات الفلسطينية، بأن هذا الخلاف قد يتحول إلى خلاف ديني أكثر مما هو خلاف سياسي. بالنسبة للمقدسيين الذين تحدثنا معهم اليوم وعن الكاميرات التي نصبت على أبواب المسجد الأقصى، فهنالك من يوافق ويعتبر أن هذا الحل هو حل مقبول، فيما يرفض آخرون هذا الحل ويعتبرون أنه من المفضل إعادة الوضع على ما كان عليه، وغير ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في القدس وفي الضفة الغربية. أشكرك يحيى قاسم مراسلنا من القدس.